خلينا نروح بقى لفقرة تانية. بعد ما يقرب من 18 سنة من الإغلاق للترميم ورفع الكفاءة، امبارح تم افتتاح واحد من أهم وأقدم المتاحف المصرية، المتحف اليوناني الروماني، اللي أعيد صياغة أقسامه تاني بالكامل عشان يحكي قصة واحد من أهم الحقب التاريخية اللي مرت على مصر. يعني لسه موجودين في اسكندرية، واسكندرية عارفين ان اغلب الاثار اللي فيها هي اثار بتعود للحقبة اليونانية، ففكرة ان احنا نعيد احياء التراث والثقافة اليونانية مرة تانية من خلال يعني رفع كفاءة المتاحف اللي موجودة فيها، اعتقد دي حاجة محل تقدير، وهو ده تاريخنا اللي لابد ان يكون حاضر، لان اللي ملوش ماضي ملوش اي حاضر في حياة الامر. خلونا نتعرف اكتر عن المتحف واقسامه من خلال الاستاذ محمد متولي، مدير اثار الاسكندريه. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم على حضرتك والساده المشاهدين. يعني استاذ محمد، في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك ايه اكتر يعني الاقسام داخل هذا المتحف اللي تم يعني تغيير ملامحها كي تكون متواكبه مع التكنولوجيا الحديثه الموجوده. انا في البدايه بس بحب اتكلم على المبنى، لان مبنى مهم جدا طبعا، ان كونه مبنى اثري مسجل في عدد الاثار الاسلاميه في الاسكندريه. نعم. رفع من قيمه المكان جدا جدا بالجانب لالاف القطع اللي موجوده ومعروضه في المتحف، 6000 قطعه. المبنى طبعا انشئ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 1895، واول مدير للمتحف بقى هو جوزيه بوتي. طبعا المبنى طبعا مكون من 27 قاعه على طابقين على 5200 متر موجود، 6000 قطعة زي ما قلت لحضرتك. طبعا العدد كبير جدا من القاعات اللي هم 27 قاعة بتمثل بقى الحياة اليومية والعصر البيزنطي المتأخر، الفن الإبتي، الملكة، النيل، الحياة الاقتصادية، فنون الإسكندرية. في رأيي طبعا من القاعات المميزة جدا أيضا قاعة المؤسسين اللي فيها بقى أول مدراء للمتحف، اولهم طبعا جوزيه بوتي بتريشا وادريان، وفي الباب الاصلي القديم الخاص بالمتحف معروف برضه في قاعه المؤسسين. صحيح. طيب يعني احنا نقدر نعتبر المبنى نفسه اثر في حد ذاته. وهو ده طبعا ده اقدم مبنى في مصر كلها انشئ ليؤدي وظيفه متحف. ياتي في المرتبه الثانيه بعديه على طول المتحف المصري 1902، كان المبنى بتاع اسكندريه متحف يوناني وروماني مبنى اثري 1895، النهارده 128 سنه عمر المبنى، قيمه كبيره جدا جدا للمتحف. وطبعا نهار جديد بقى اشرف في شمال الاسكندريه، واضافه قويه جدا للخريطه السياحيه المصريه، وان شاء الله يجذب مزيد من السياح ويعزز من وضع اسكندريه سياحيه. اكيد. لما جينا نتكلم بقى عن الترميم اللي حصل للمتحف وللمبنى في حد ذاته، استغرق قد ايه وقت؟ عملتوا ايه؟ حافظتوا على الشكل طبعا، الادوات المستخدمه، كل التفاصيل. تزامنا المتحف يعني هو اغلق 18 سنه، لكن فعليا وزاره السياحه والاثار اشتغلت 5 سنين بس، من 2018 ل 2023، يعني هو العمل الفعلي طبعا هو 5 سنين فقط، لكن هو اغلق 18 سنه. طبعا لظروف كتير وبعد 2011، لكن احنا اشتغلنا 2018 والحمد لله 2023 كان المتحف خلص. طيب عاوزين نتكلم بقى على تقسيم العرض المتحفي للمتحف، عامل ازاي واهم ما يميزه؟ يعني طبعا وزاره الصحه والاثار كان في تشكيل للجنه السنه عرض متحفي، طبعا هم اقدر بالحديث عن الموضوع بتاعهم بقى، هم المتخصصين فيه، لكن زي ما قلت لسيادتك 27 قاعه فيها كل ما يمثل الحضاره المصريه، خصوصا اليوناني والروماني. طبعا الحضاره المصريه اليونانيه الرومانيه، العصر الروماني، وحاجات تانية كتير قوي، موضوعات الحياه اليوميه. يمكن احنا بنتابع واحنا مع حضرتك يا استاذ محمد مجموعه من اللقطات اللي موجوده داخل المتحف. طبعا المكان او المتحف كان بيستخدم في القاعات عرض موضوع الاثر، وليس معتمد على ماده الاثر او تاريخه ولا حتى موقع اكتشافه، لكن هو بيتكلم عن الموضوع مع الحفاظ على التسلسل التاريخي في اطار كل موضوع. يعني في الحقيقه احنا شايفين عرض متحفي من خلال اللقطات اللي على الهوا دي، بتاكد يعني استخدام اعلى الاساليب الخاصه بالاضاءه كمان، والعنصر العنصر البصري تحديدا تعزيزه من خلال طريقه العرض المتحفي، واعتقد ان ده اصبح مختلف، ويمكن شفنا ده في متحف الحضارات وغيرها من المتاحف المصريه، ازاي بيتم التنسيق والتسلسل الزمني، يعني اعتقد حاجه من الحاجات المهمه جدا. يعني بنشكر حضرتك الاستاذ محمد متولي، مدير اثار الاسكندريه.